الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم توكل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران فلا يفتح منها باب إنها الجنة ما أجملها وما أحلاها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأعيرون القلوب والأسماع لندخل في وصف هذه الجنة فيها كل ما تشتهيه, تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين قصور من ذهب وفضة ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران فيها حدائق كثيرة الأشجار كثيرة الثمار عظيمة الظلال وفيها انهار حوافها من ذهب ومجراها على الدر والياقوت تربتها اطيب من المسك وماؤها احلى من العسل فيها انهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل الداخل فيها ما اسعده يعني فيه نظره النعيم ويسقى من رحيق مختوم على منابر الياقوت الاحمر يحفه الغلمان والولدان له فيها أزواج مطهرة يعني من الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان عليهن طرائف الحرير الأبيض مكللات بالتيجان ينعم أشد النعيم وينظر فيها إلى إلى وجهه إلى وجه الملك الكريم لا يخاف ولا يحزن سأدرك في الجنة المواعيد التي تم تأجيلها رغما عني والاماكن التي لا تستطيع الارض منحي اياها انها الحب التي بخلت به الدنيا والفرح الذي لا تتسع له الارض انها الوجوه التي اشتاقها والوجوه التي حلمت منها انها نهايات الحدود وبدايات اشراق الوعود انها استقبال الفرح ووداع المعاناه والحرمان الجنه زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم ولا المجهول الجنه موت المحرمات وموت الممنوعات الجنه موت السلطات الجنه موت الملل موت التعب موت الياس الجنه موت الموت لن نفترق ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر في الجنة لن نغار ولن ننام لن نتعب في الجنة لا بكاء ولا جروح ولا دموع ولا ألم في الجنة سأكون مطمئنا لأننا لن نمرض ولن نتعب ولن نجوع ولن نموت سنكون على سرر متقابلين في الجنة ستموت خصيلات الشيب وهالات العين وأجهاد السهر ودموع الحنين في الجنه سنكون اجمل بكثير الجنه لا طمع بما عند الاخر ولا جشع ولا سطو على ممتلكات الغير الكل يتمنى ان يعطي ويهب ويهدي الكل يشعر انه اغنى البشر كم انا بشوق الى عالم دون حروب وماسي وحسد واحقاد عالم بلا ممنوعات او قمع او سلطات كم أنا بشوق إلى الجنة كم أنا بشوق إلى أن يجمعني الله في فردوسه مع من أحب هي الحلم الوحيد نعم هي الجنة هي الحلم الوحيد الذي لا تنتهي صلاحيته سأل أحدهم قال لصاحبه يعني أو يعني صف لي الجنة فاختصرها بجملة واحدة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجملها وما أحلاها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قصور من ذهب وفضه ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. فيها حدائق كثيرة الأشجار، كثيرة الثمار، عظيمة الظلال. وفيها أنهار حوافها من ذهب ومجراها على الدر والياقوت. تربتها أطيب من المسك. وماؤها أحلى من العسل، فيها أنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل، الداخل فيها ما أسعده، على وجهي، على وجهه نظرة النعيم، يسقى من رحيق مختوم، على منابر الياقوت الأحمر، يحفه الغلمان والولدان، له فيها أزواج مطهرة من الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان، عليهن طرائف الحرير الأبيض، مكللات بالتيجان. ينعم أشد النعيم وينظر فيها إلى وجه الملك الكريم لا يخاف ولا يحزن هذا لمن لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الجنه هي الفوز المبين والثواب الجزيل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هي نور يتلألأ وريحان تهتز فيها قصور مشيدة وحدائق ممتدة تجري من تحتها الأنهار ولها رائحة زكية تملأ جنباتها فيها أزواج مطهرة وولدان مخلدون ورضوان من الله بناؤها لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين الأعين راحة رائحتها ابديه ومتعتها لا تنتهي الداخل فيها يسعد فلا ييأس ويخلد فلا يموت او يفنى شبابه او تبلى ثيابه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اما ابواب الجنة. اول من يقرع باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتقدم المؤمنون نحو الجنة فتفتح ابوابها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة. ويدخلونها منعمين خالدين فيها وللجنة ثمانية ابواب. منها باب للمصلين، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين، وباب للصائمين، وعلى كل باب ملائكه تدعو المؤمنين للدخول من الباب الذي يخصهم. ومن المؤمنين من من يدعون للدخول من ابواب الجنه الثمانيه. هؤلاء اهل اهل الهمه العاليه. عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول من يقرع باب الجنه. وسيق وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا, ولا يتمخطون ولا يتغوطون انيتهم فيها الذهب امشاطهم من الذهب والفضه ورشحهم المسك ولكل واحد منه منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قل على قلب رجل واحد يسبحون الله بكره وعشيه اما سعه الابواب هذه الابواب ابواب الجنه بين النبي صلى الله عليه وسلم سعه هذه الابواب بحيث يدخل منها العدد الهائل فورد في سعته قوله والذي نفس محمد بيده ان بين المصراعين من مصاريع الجنه لكما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصرى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل أو جلس في أرض التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة ثم بعد ذلك يعني قال في الحديث أراه قال وفوقهم يعني عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وعن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما يعني أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول إيه رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا يعني أخذاتهم فيقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول يا رب رضيت يا رب رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت رضيت ربي فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك بشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب قال ربي فأعلاهم منزلة هذا, هذا أدناهم هكذا لعد أعلاهم شنو اعلاهم منزله قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداق ومصداق ذلك في كتابه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وقال تعالى ان للمتقين مفازه مو فوز واحد جمع فوز مفازه زين هذا الفوز يحتاج يعني ويا بعد هذا الفوز بحدائق حدائق حدائق واعناب فوز وحدائق واعناب الحديقه تحتاج لك الى من تؤنسك في هذه الحديقه وكواعب اترابا حوريه من الحور العين زين حديقه وحوريه ويحتاج كأس قال تعالى وكأسا دهاقا يعني والكاعب المرأه الجميله التي يعني برز صدرها والاتراب المتقاربات في السن انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا ابكارا لم ينكحهن قبلهم احد والمراد بالعرب يعني المتغنجات المتحجبات يعني المتحببات لازواجهن وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون المكنون المخفي المصان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم مع اصحابه فقال لهم سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة. فدخل عليهم رجل من الانصار، شوف يعني بحياتهم شافوا رجل من اهل الجنة، قال: سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة. فدخل رجل من الانصار في وجهه ولحيته اثار الوضوء. وفي اليوم الثاني قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة: سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة. فدخل الرجل نفسه. وفي اليوم الثالث قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة نفسها. فدخل الرجل نفسه فلما انتهوا من جلستهم انصرف الرجل الى بيته فتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الى بيته فلما دخل الرجل بيته نادى عليه وقال له انا ضيف عندك وارجو منك ان تضيفني عندك هذه ثلاث ليالي فقال الرجل على الرحب والسعه تفضل فلما بات سيدنا عبد الله بن عمرو عنده لم يلاحظ يعني جديدا في عبادته فلم يرى يره يقوم الليل مثلا يعني إلا القليل أو يصوم النهار أو يفعل شيء أكثر مما يفعل الناس ولكن لاحظ أن الرجل كان حريصا على ذكر الله قبل القيام لصلاة الفجر ولم يكن يتكلم إلا بخير ولكنه مع ذلك استقل عمل الرجل أمام البشرة التي بشر بها فلما رأى ذلك قال له أيها الرجل إني لم أختلف يعني مع احد ولا, ولا احتاج ان يعني حقيقه ان ابيت معك الا اريد ان اعرف ما الذي فعلته حتى يبشر بك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام انك من اهل الجنه. و... ولكني فعلت ذلك حتى اسمع وارى منك فلم ارى منك شيئا فقال له والله كما ترى ولكنني يعني حقيقه حينما انام يعني حينما ياتي يعني وقت النوم لا اجعل في قلبي غلا على احد، لا احمل في قلبي غل. قال بهذه سبقتنا، نعم هذه بهذه سبقتنا، فبشره يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ثلاثه ايام متتاليه يبشر بهذا الرجل، اذا نظافه القلب والسريره هي سبب من اسباب دخول الجنه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه، هذه الجنه اخواني تحتاج الى الى زاد، تحتاج الى مشمر، الحور تحتاج الى الى مهر، المهر هو قهر النفوس، نعم إذا أردت الحور فعليك والقصور عليك أن تجاهد نفسك وتستغل ما ما تبقى من هذا الشهر المبارك في طاعة الله في 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 القرب إلى الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى يوميا اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منك ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه